سنتي بتوجعني قوي، عايزين ندخل للدكتور بقى. بتتعرض لمشاكل كتير وانت بتدور على حل لأسنانك، زي العدوى والانتظار كتير عند الدكتور، والحشوات بتقع بعدها بفترة، التركيبات بتسبب ألم من تاني يوم تركيبها. كل ده بقى مخليك مستغنى عن دكتور الأسنان وبتكتفي بالمسكنات لو حسيت بألم. دكتور محمد أبو اليزيد بيأكد إن من حقك تتعالج صح، وعشان كده وفر لك أجهزة وخامات على أعلى مستوى زي الميكروسكوب وجهاز الليزر اللي هيخلصك من مشاكل اللثة، بالإضافة إلى كل ما يخص طب الأطفال. بنهتم بالعلاج النفسي للطفل عشان نمتص الخوف ويكون مؤهل لعلاج الأسنان. مفيش انتظار ومواعيدنا ثابتة، يعني هتتواصل بسهولة وتيجي في الوقت المحدد ليك. ضمان 5 سنوات لأي خدمة بتتقدم لك من خلال الكود اللي بتحصل عليه، وخبرة لا تقل عن 20 سنة في طب الأسنان. ولو انت بتشيلي هم طفلك في الوقت اللي انت فيه عند الدكتور، احنا وفرنا لك كيدز اريال طفلك تبسطه وتخليكي مطمنة عليه. حقك تتعالج صح. لو عندك مشكلة في أسنانك سيب كومنت واحنا هنرد عليك.